يعني قدوم شهر رمضان المبارك ما بيقتصر بس على الزينة والأجواء الحلوة ولمة العيلة، يعني ما ننسى كمان الدافع الأساسي اللي هو الطقوس الدينية والعبادات الخاصة اللي بتحرص كل أسرة أن تكون فيها على أكمل وجه باختلاف الأعمار ضمن كل عيلة. الله يقدرنا يا رب نكون عم نعمل كل الشعائر والطقوس بشكل صحيح وبشكل مزبوط. مزبوط 100%، ورب العالمين يتقبلوا مننا ومنكم مشاهدينا. يعني ما في أحلى من أنه نتعلم تعاليم الدين اللي بتعطينا قيم وأخلاق. يا جماعة كل شيء وضعه رب العالمين في الأديان السماوية هو لا فائدة الإنسان، ولكن بعض الأهالي يمكن بيفكروا بأبسط الطرق يلي بيقدروا يشرحوا فيها عن الفروض والعبادات والعادات وهيك الأمور اللي لازم يقوم فيها الإنسان لحتى يتقرب من الله عز وجل ويحافظ على استمراريته ودوامه بكل مواسم السنة وليس فقط بشهر رمضان المبارك. لهيك ضيفتنا رندا علي ديب اختصاصية تربية وعلم نفس صارت موجودة معنا لتعطينا إلنا ولا إلكن كيف ممكن نحن نشرح لأطفالنا معنى رمضان، معنى الصلاة، معنى العبادات، كيف ممكن نتقرب من الله عز وجل وشو يعني قيم دينية. كل هالتفاصيل حندردش فيها وأكثر. رمضان كريم. رمضان كريم، أهلا وسهلا فيكي معنا. انعاد عليكم. رمضان كريم، شرفتينا بوجودك. مبدئيا أنا بدي أسألك شو أهم العادات يلي أنا لازم أغرسها بالطفل من هو وصغير، أنا عوده عليها خلال شهر رمضان؟ يعني أنا مرات بصوم هذا الطفل لوقت معين، خليه يبلش يتعود على الصيام، خليه يعني يعمل معي تمارين الصلاة، خليه يوقف جنبي أثناء الصلاة. شو هي أهم العادات لازم أنا عوده عليها من هو وصغير؟ هلا أهم عادة اللي هي نحن مركز عليها بالشهر الكريم هي الصبر، يتعلم الصبر ويتعلم تأجيل الحاجات أو الرغبات اللي هو بده إياها. وفي كمان شغلة كتير مهمة اللي أنا ممكن ركز عليها اللي هي مفهوم كتير عام اللي هو العطاء، اللي خصوصي في مراحل عمرية بيمرق فيها الطفل بيكون عنده الخصوصية عالية، عنده بيكون في الأنا عنده عم بيتكون، فبيكون صعب عليه أنه يبادر بالعطاء أو يكون عنده هاي الغيرية لغيره. فهي كتير فرصة مناسبة بهالشهر الكريم أنه نحن نغرز هاي العادات والتقاليد وهي المفهوم الروحي اللي هو مناسب للطفل ليتعلمه طول مدى حياته. بأي عمر لازم بلش أنا مع طفلي اشرح له أمور الدين وأمور العبادات وأحكي له عن الذات الإلهية وأحكي له قصص الأنبياء؟ هلأ هون في كتير اختلافات بهذا الموضوع وفي كتير توجهات. هلأ نحن بنحاول نشوف بالتدريج من عمر 3 سنين نبلش نعلم الطفل المفاهيم المجردة بطريقة محسوسة. يعني أنا ما بجي بعلمه مثلا أنه شهر رمضان واللي بيصلي وبيصوم جيد فهو سيء فمعله جيد، لا بالعكس أنا هون بعلمه بالتقليد وبالنمزجة الأشياء اللي هي مجردة بطريقة حسية وملموسة. لما بعلمه أنا معنى رمضان أنه هو فرح لأنه أنا مثلا ممكن صوم أو مثل عبادة معينة أنا بأخذ أجر عليها، فأنه أنا ممكن مثلها لطفل عمره 3 سنين 4 سنين بالزينة اللي هي بتكون موجودة. أدي حلو هيك. ممكن أنا كتير علمه أنه أنا مثلاً صرت كبير هلأ، هاي اللعبة اللي أنا كنت ألعبها ب3 سنين لما صار عمري 4 سنين مثلاً ما عاد ألعب فيها، فأنا ممكن بجودتها ومحافظ عليها بدون ما أخربها أعطيها لطفل من عائلة تانية ممكن يكون محتاجة أو يلعب فيها. كيف أنا ممكن بادر بنشاطات اجتماعية بسيطة من موضوع المشاركة، إنه أنا مثلا ممكن جيب تمر ضيف رفقاتي تاني يوم مشان مثلا وقت فترة الفطور يتذكروني فيها. من القصص اللي سمعتها عن جديد طفلة إنه مثلا كل ساعتين لازم تقوم تتسحر، فهي مو واضح لذهنها تماما مفهوم السحور أو الإفطار أو الصيام، ولكنها بالتقليد عم تقدر ضمن إمكانياتها وحاجاتها الجسمية تقدر تنمزج أهلها بطريقة بسيطة. هون المرونة مع الأهل بهذا الموضوع كتير بيزرع مفاهيم صحيحة. شو بيعملوا مواقف مضحكة الأطفال مرات بتخليكي هيك تنبسطي فيهم إنهن عم يبلشوا بس مو فهمانين شو عم يعملوا. قديه مهم دوري اليوم أنا لما أنا بدي شجع الطفل لحتى يعمل هي الشعائر أو العبادات الدينية؟ يعني لما بيصوم أنا لازم أعطيه مكافأة، أنا كيف لازم شجعه؟ لما بيصلي بقول له برافو مثلا، بعطيه هدية، بعمل له قصة، يعني
حببه بالشيء اللي هو عم يعمله، ما يحسه واجب، يحسه شيء حلو. هلا نحن في عنا موضوع التعزيز او العقوبه او التنفير للطفل بالامور الدينيه والعبادات نفسها نفس الامور الثانيه الحياتيه، فانا بحاول ما افصلهم بطريقه واضحه، يعني دائما يكون التعزيز للسلوك الايجابي سواء بالعباده او سواء بنمط الحياه بشكل عام، فهو حيتكافأ عليه ويصير بالتدريج من حسي لينتقل لحتى يصير مجرد مكافأة لفظية، إنه بدل ما أنا أعطيه هدية أو مكافأة شجعه إنه برافو، بعد البرافو إنه أنت مبسوط، يعني حول هاي الكلمة لحتى هو يقولها، يكون في هذا حديث الذات بينه وبين حاله، يصير هو يشعر بإنجازه لنفسه، بيصير بيستغني عن المعززات الخارجية اللي بياخدها، بيصير عنده اكتفاء. هذا الاكتفاء هو اللي بيزرع الجذور الدينية الصحيحة للطفل، أو اللي العادات والتقاليد. في كتير فئات شرائح من الأهل بتقلك أنا لعمر 10 سنين ما بدي أعطي أي توجه، بدي خليه يعرف كل شيء وهو يختار التوجه اللي هو بيختاره. أي توجه ديني يعني؟ ممكن توجه ديني، ممكن للعشر سنين. هل أنت تتفقي مع هذا الحكي؟ في فئة معينة هي الأصح، من ما يكون في عندي أنا من عمر 3 سنين لـ7 سنين يكون عم بينمزج أهله، يعني لما بشوف أهله عم بيصلوا يعني تماماً، فهو حيقوم بشكل تلقائي يعمل مثلهم. فأنا بدون ما أعطي هذا التوجه أنه لا حرام، ممكن مثلاً الله يزعل منا أو خوفه من خوفه الله تماماً، أو طمعه بالحسنات، خوفه من السيئات، هي أمور كثير مهمة تماماً. فبيكون بشكل إيجابي تعزيزي بسيط مناسب من ضمن الحياة، ما أفصله عن الموضوع. يعني أكبر غلط نخوفه من الله تماماً، نخوفه نبلش نحكي له جنة ونار ولا ما بيصير والله بيعاقبك وكذا. المشكلة مو بالدين، المشكلة تماماً بالناس اللي عم تجرب تشرح الدين للآخرين. الدين كتير مفهوم كبير وله كتير جوانب. نحن بناخد للأسف كل عائلة أو كل أسرة بتاخد جزئية بسيطة وبتطبقها وبتحاول تطبقها وتعممها، ديننا يسر. والله ديننا يسر يا جماعة، ديننا ما في أيسر منه تماماً. لازم يكون في جوانب تانية تكون أيسر للطفل، لازم نراعي الترتيب البيولوجي تبعه، لازم الحاجات الأولية اللي عنده في عنا هرم موسلو، لازم نحن نكون كتير متأكدين أنه ما نعمل له طفل عمره مثلاً 6 سنين يجي مثلاً بدنا نصومه لفترات. بالدين في درجات المعضنة اللي بيصومه بدرجات حسب الأذان تماماً، بالتدريج. أنا للظهر للعصر للمغرب تماماً. ومرات تانية لما كنا كتير صغار طبعاً قل لهم صايم بس روح على المطبخ أكل، وبعدين يرجعوا يقولوا لي صايم. أي صايم، أي صايم، يعني صايم. أي. بس أهلي كانوا ما يشددوا علينا. ليه؟ لأنه مثل ما ذكرتي الطفل له حاجات، عمره 6 سنين 7 سنين 8 سنين عم يبذل طاقة كتير كتير وحاجة غذاء، يعني وهو بفترة نمو، يعني جسمه بحاجة غذاء معين ليحقق نمو معين. فنحن دائماً لازم نراعي هاي التفاصيل، وبنفس الوقت نعوده العادات والتقاليد والزرائع الدينية. هي حكينا عن الطفل. قبل ما أسألك السؤال الثاني بس بدي أوضح نقطتين كي لا نصطاد بالماء العكر أبداً من بعض الناس. كل حدا حر، الحرية مضمونة للجميع بمعتقده، بيصوم ما بيصوم، مو أنا اللي بدي حاسبك. اثنين، نحن لما عم نحكي من قيم وأخلاق أكثر ما عم نحكي من دين، لأنه الدين له مشايخه وله أكيد أهله. لكن في ترند موضة أنا مجننتني نوعا ما، إنه الله ما خلقنا ليجوعنا ويعطشنا، معقول صايم أنت؟ قلبت الآية، صار المتمسك بتعاليم دينه اللي عم يجرب يحاول يصوم عن جد قلبت الآية، أو بيقول لك حرية شخصية، أي أو موقع استهزاء. طيب أوكي أنت مفطر يعني ما دخلني فيك، بس بنفس الوقت أنا صايم كمان ما دخلك فيني، لا تسخف عبادتي، لا تريح ضميرك اللي ممكن يوجعك يوما ما، إنه تسخيف شعائر الله. هذا الموضوع قديش عم يكون بجيل الشباب، هلأ صرنا نحكي 13 لـ17 13 لـ16 عم يواجهوا ترند عالمي. هون نحن بنرجع للتربية والتنشئة الأسرية، لما بيكون من ناحية التربوية أنا عم بحكي، لما بيكون ضمن العائلة الأب والأم ملتزمين بهاي الشعائر وبهاي القوانين بهذا النظام، لحاله بتلقائية رح يكبر هذا الشاب أو هاي الصبية، وهن عندهم هاي العادات والتقاليد اللي هن بيشوفوها الصح وبيتمسكوا فيها
وبيشوفوها انها صحيحه، مين من اجى حاول يتنمر عليهم او حاول يزرع معتقدات ثانيه او افكار خارجيه ثانيه، فهي ما حتكون تاخذ هذا الصدى الايجابي عند هذا الشاب والصبيه، وما راح بيكون في له هالاثر الاساسي، بالعكس هو راح بيكون وان ظهر فهو بيظهر فجاه وبيروح، ما يعني فتره وبيروح ما بيعود بيضله. دائما الثبات للعادات والتقاليد والاخلاق اللي زرعناها بالمراحل الاولى من العمر هي اللي بتستمر وبتظهر بفترة المراهقة وبتضل بعدين للرشد بتعديلات معينة. نحتاج لحوار مع أبنائنا بهالمرحلة لنشرح لهم ليش نحن منصوم، ليش نحن منصلي، شو بده الله مننا بهالأرض، كيف بيكون هذا الحوار بين الأهل والأبناء؟ بيكون من ناحية علمية بسيطة، يعني أنا لما بشرح لطفلي دورة دوران الجسم كيف بيكون، تجديد الخلايا اللي بتصير بفترة الصيام، لما بحاول أنا أجيب له ورقة وقلم وعلمه شو البرنامج الجديد، شو العادة الجديدة اللي بده يتعلمها بهذا الشهر اللي حتضل معه لبعدين، شو العادة اللي هو شايفها سيئة وحابب يغيرها بهذا الشهر، إنه أنت معك 30 يوم كيف قدران تغير، شو رح تعمل، شو الخطوة اليوم، شو بدك تعمل من هون لأسبوع، من هون للعيد مثلا أنت شو ممكن تجمع أشياء ممكن تعطيها لشخص بحاجته، هي كلها أشياء بسيطة أنا بعلمها بالتدريج للطفل لحتى يوصل بمرحلة المراهقة والرشد هو قادر تماماً على يقوم متمسك فيها. حلو. بدي هيك نصائح منك لكل حدا عم بيروح عم بيداوم أثناء الصيام بالمدرسة أو حتى الشباب بالجامعات، كيف نحن بدنا نقول لهم أنه أو حالكم عطيهم هيك كم نصيحة لحتى هن يلتزموا بالصيام ما يكونوا تعبانين أثناء صيامهم؟ نحن كلياتنا في عنا في فروق فردية بيناتنا سواء كنا أطفال ولا مراهقين ولا حتى الراشدين، هاي الفروق الفردية بتخلي طاقاتنا كمان فيها فروق، كل حدا بيقدر عنده إمكانيات لدرجة معينة، كتير حلو نحترم الاختلاف اللي بيناتنا، نحترم عادات وتقاليد المختلفة بين المجموعة اللي بتكون سواء بالجامعة ولا بالمدرسة، نحاول دائما نخلق هذا التوازن، دائما نحاول نشوف جسمنا شو بحاجته بالفترة اللي نحن بنقدر ناكل فيها بعد الفطور، نحاول نغذي جسمنا فيها، نعلم ابننا الصيام دائما نحاول نغذيه بالفترة بعد الفطور لحتى يقدر تاني يوم يكون أقوى، ما يكون هذا جهد متعب له يخليه مرهق او مو قدران. واهم شيء انه ما يتاثروا بالوسط اللي حواليهم، ما حدا ياثر فيهم لا سلبا ولا ايجابا، لا حدا ياثر على عاداتكم ابدا. تمام، بالوعي وبالنضوج. شكرا لك يا استاذه رندا، رمضان كريم. رمضان كريم. شكرا كثير لك. تتميز دول الوطن العربي.